تختلف العادات والتقاليد لاستقبال عيد الفطر المبارك بمختلف أنحاء الدول العربية، لكن تبقى فرحة العيد واحدة تجمع الأسرة أينما كانت على مائدة وضمن طقوس تميز المجتمعات وترتبط بعادات وموروثات اجتماعية. لكن توجد بعض الطقوس الغريبة لاستقبال عيد الفطر في بعض الدول. ففي تونس اعتاد التونسيون على الاحتفال بأول أيام العيد من خلال بعض الطقوس، ولعل أشهرها قيام أحد الأشخاص بالسير في الشوارع والميادين حاملاً طبلته وعصاه يقرع عليها ليهنئ الناس بحلول العيد. وفي اليمن اعتادت الأسر على إقامة بعض الطقوس للاحتفال بحلول عيد الفطر، حيث يتجمع الشباب للرقص على دق الطبول وعزف بعض الأغاني التراثية الخاصة بأول أيام العيد، يسمى هذا التقليد بالطاسة، إضافة إلى ممارسة تقليد آخر يطلق عليه برع، والذي يعتمد على الرقص بالخناجر. وفي سلطنة عمان يتم الاحتفال بأول أيام عيد الفطر بإجراء تقليد شعبي يسمى التهلولة، حيث يخرج الرجال مستحبين المصابيح للتهليل والتسبيح، مرتدين الملابس الشعبية والخناجر والبنادق، بينما ترتدي النساء الحلي ويضعن الحناء للأطفال للاحتفال بالعيد. بينما يحتفل الماليزيون بقدوم العيد من خلال السفر إلى مسقط رأسهم قبل قدوم العيد بيوم واحد، حيث يزينون منازلهم بمصابيح الزيت وإعداد الأطباق الشعبية اللذيذة المشهورة لديهم. طقوس قد تختلف بين الشعوب حسب الثقافات والموروثات الشعبية، لكن تبقى الفرحة بحلوله هي القاسم المشترك.